أجمل الحيوانات الغريبة التي يمكنك امتلاكها. هل تريد أن تمتلك حيواناً أليفاً آخر بدلاً من تلك الحيوانات المعتادة؟ وهل تتطلع للخروج في نزهة صباحية كل يوم مع حيوان أليف لكن يكون غير مألوف للناس؟ حسناً، يمكنك أن تتحدى المهمة وتختار النمر البنغال مثل مايك تايسون، أو أن تختار هذا القط البري كامل النمو الذي ربما لا تستطيع اصطحابه في بعض الأماكن. وهذا ما نتناوله اليوم في هذا المقطع، حيث سنقدم لكم الحيوانات الغريبة التي اتخذها بعض الأشخاص كحيوانات أليفة مثل الشنشيل المرحة أو الثعلب، وربما حتى البرص أو بعض القوارض بحجم الكلب مثل الكابيبارا الأسترالية. ومع قليل من البحث توصلنا إلى أنه يمكن لتلك الحيوانات الرائعة أن تصبح حيوانك الأليف بشكل واقعي. لذا إذا كنت تتطلع إلى بعض من تلك الحيوانات غير العادية فابق معنا وشاهد هذا الفيديو حتى النهاية. لكن في البداية اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا بالقناة لمزيد من المقاطع المقبلة. عشرة، كابيبارا. من النظرة الأولى ربما ستخلط بين خنزير غينيا الكبير وستكون على حق وكابيبارا في أمريكا الجنوبية. وهذا الحيوان واحد من أكبر القوارض في العالم، حيث يصل وزنه إلى 140 رطلا، ولا داعي للقلق من أن يحتاج إلى قفص كبير لأن الكابيبارا حيوانات برمائية. فهذا الحيوان من قائمتك اليوم من الحيوانات التي تبحث عن المياه، فربما ستجدها في حمام السباحة الخاص بك. على أي حال، إنه حيوان لطيف ورائع جدا، يمكن أن يكون حيوانك الأليف. الكابيبارا من الحيوانات الاجتماعية اللطيفة، لذلك إذا كنت تخطط لامتلاك واحد من هذه الحيوانات فمن الأفضل إفساح المجال لزوجين من تلك القوارض. وامتلاك هذه الحيوانات قانوني، فقط بعض التصريحات وترخيص منفصل للانتقال من بلدان لأخرى. وعلى الرغم من ذلك فهذه الحيوانات اللطيفة تستحق هذا العمل الورقي لامتلاكها. 9. نمر البنغال. لا يمكننا جميعا أن نتبنى نمر البنغال الملكي مثل مايك تايسون، لكن على الأرجح فإن معظم محبي القطط سيحبون ويفضلون الاستقرار على هذا الحيوان البري، حيث يمكن تدريبه على كثير من الأعمال بشكل مبكر. اعتادت القطط الأفريقية متوسطة الحجم على المناخ الدافئ والأماكن المفتوحة، وبالنسبة للذين يريدون امتلاك حيوانات برية مثل هذا، فهذا يعني أنك ستحتاج إلى قدر كاف من المساحة الخاصة بك لامتلاك قط أليف كهذا. وتتطلب هذه الحيوانات الكثير من التمرينات اليومية، وهي عادة تحب اللعب، لذلك فالحديقة الواسعة أفضل عندما تمتلك حيوانا مثل هذا. 8. الثعلب. ربما تعتقد أن الثعالب لا تكون لطيفة، لكن نقدم لك اليوم الفينك، أو ما يسمى بثعلب الصحراء، التي هي بالتأكيد رائعة للغاية. تأتي هذه الثعالب من القارة الأفريقية، وهي تعتبر أصغر سلالة ثعالب في العالم، ويصل وزنها إلى حوالي 4 أرطال عند نموها بشكل كامل. ولكن حجم هذين الأذنين غير متوافق تماما مع هذا الجسم الصغير. ربما يختلط عليك الأمر هل هذا قط أو كلب، فربما يكون فنكا. له أيضا 4 أقدام صغيرة، ويمكن وصف سلوك هذا الفنك بمزيج من سلوكيات الكلاب والقطط، فعادة تكون مرحة وحيوية مثل الكلاب ومستقلة مثل القطط، لذلك من الجيد تركه بمفرده في المنزل. وما يميزهم عن غيرهم أنهم لا يفضلون ألعاب الكلاب والقطط. ويمكن لهذا الحيوان الرائع أن يصل لسن 15 عاما، ومن القانوني امتلاكه في معظم بلدان أمريكا باستثناء بعض الولايات. ربما أنت تفكر الآن في امتلاك مثل هذا الحيوان اللطيف. 7. السلاحف. على الرغم من صعوبة رعاية تلك السلاحف الصندوقية، لكنها من الزواحف اللطيفة والخطيرة على المدى الطويل. هذه الحيوانات يحملون منازلهم على ظهورهم، ويمكن لهذا النوع أن يعيش لمدة تصل إلى 50 عاما. قد يبدو هذا غريبا بالنسبة للحيوانات الأليفة المنزلية، إلا أنه مثير للدهشة. ويمكننا أن نتعرف على جوناثان، أقدم السلحفات في العالم، يبلغ عمرها 189 عاما، ويوجد أنواع أخرى من السلاحف مثل تلك التي تغوص في المياه من وقت لآخر للترطيب وتبريد جسدها، لكن هذا لا يجعلهم بالضرورة سباحين مهرة. ففي الواقع يوجد بعض السلاحف البرية لا تستطيع القيام بذلك. هذه السلاحف الصندوقية لديها مناقير حادة وجسم خشن ومتقشر ومخالب مدببة صغيرة، إلا أنها حيوان أليف لطيف للغاية. 6. الشنشيلا. الشنشيلا جنس من القوارض ذات حجم مشابه للأرانب، تعتبر من ألطف الحيوانات الأليفة المنزلية. وعلى الجانب الأكثر غرابة فإن شنشيلا أمريكا الجنوبية تعتبر من أكثر القوارض اللطيفة والرائعة، حيث يمكن تدريبها على القيام بالكثير من الأعمال. وهذه القوارض ليست خطيرة، وهي حيوانات نشيطة للغاية تحب الركض واللعب، فامتلاك شنشيلا سيكسر عنك الملل ويبقي هؤلاء الصغار مشغولين.
لديها أذن كبيرة وذيل متوسط الطول. إنها حقا من ألطف الحيوانات التي يمكنك امتلاكها. 5. السنجاب كلودور السكر. هل تساءلت يوما عن شعور امتلاك سنجاب طائر؟ إذن يجب عليك امتلاك هذا الحيوان الرائع والمدهش للغاية الذي يبدو كالطائرة الشراعية. فهذا النوع من السناجب يعتبر ثاني ألطف شيء يمكن امتلاكه، ويحب الكثيرون النظر لتلك العيون الرائعة. هذه الحيوانات تنتمي لعائلة الجرابيات التي ينتمي إليها أيضا الكنغر. تعتني الأم بالصغار حتى يبلغوا من العمر ما يكفي للطيران، بمعنى أن يسير كل منهم بمفرده، ويطلق عليهم كلودر السكر. وأتساءل عن سبب التسمية، ربما لأن تلك الحيوانات تحب كل شيء حلو، خاصة الفواكه والخضروات الطازجة، وهذا رائع للغاية بالنسبة للمواطنين الأستراليين الذين يحبون اللعب مع تلك الحيوانات ويقدمون لهم الرعاية الكافية، فيمكن أن يمتلكوها بجانب الحيوانات الأخرى. 4. كينكاجو. كينكاجو من الحيوانات الذهبية الصغيرة، تنتمي لعائلة الدببة ذات اللون العسلي البني، وموطنها الأصلي في الغابات المطيرة، وأصبح امتلاكها كحيوان أليف متزايدا جدا، خاصة عند المشاهير مثل هيلتون، بجانب السنجاب الصغير الطائر الذي قد تحدثنا عنه. لكن على أي حال، ليس الأغنياء فقط هم من يستطيعون امتلاك مثل هذه الحيوانات الرائعة واللطيفة للغاية. فعليك عند اختيار الكينكاجو كحيوان أليف، لا ينبغي عليك الاستخفاف به، لأنه يمكن أن يذهب للأشياء ويحدث فوضى كبيرة. 3. أبو بريس. أبو بريس ذو الجسم المتقشر، واحد من أنواع الزواحف، لكنه حيوان لطيف للغاية على الرغم من النظام الغذائي المفضل له، وهو الصراصير وبعض الديدان. هذا الحيوان يتميز بابتسامة جميلة وهو صغير للغاية، فقط انظر إليه. الشيء الوحيد المؤكد هو أن أبو بريس هذا واحد من أفضل الزواحف التي يمكنك امتلاكها كحيوان أليف، فقط هي تحتاج للقليل من الرعاية، وسلوكيات هذا الحيوان في العام مضحكة للغاية، وهذا يجعل هذه الأبراص تحظى بشعبية كبيرة كحيوانات أليفة، فهو حيوان رائع وممتاز بالنسبة للكبار. حان الآن صورة مشترك اليوم، فقد طلبنا من مشتركين أن يرسلوا صورهم لأجمل الحيوانات الغريبة، وقد أرسلت لنا هذه الصورة اليوم. أنت أيضا تستطيع أن ترسل إلينا صور حيوانات لتتساءل عن أصل هذه الصور. هذه الصورة لقرد صغير للغاية معلق بإصبع بشري، واتضح لنا أنه قرد صغير جدا، وعلى ما يبدو أنه الأصغر في العالم، حيث يبلغ وزنه 100 غرام فقط. هذه القرود الصغيرة بالتأكيد هي الأفضل، وعلى الرغم من ذلك فإنه غير قانوني أن تمتلكه في كثير من بلدان العالم. 2. القرد الكابوشي. القرد الكابوشي لطيف، من القرود التي عادة ما تظهر في الأفلام والتلفاز، تشتهر بصغر حجمها وموقعها المؤذي والمرعب، حيث تتسلق عاليا. هل تتذكر قرد جاك سبارو وقراصنة الكاريبي؟ على أي حال، فإنهم يتمتعون بذكاء إقليمي للغاية، ويصل عمرهم حتى 40 عاما. تستهلك الكثير من الحفاضات حتى تستطيع تعليم قردك استخدام المرحاض. قبل أن نكشف رقم واحد، تأكدوا من الاطلاع على مقاطع الفيديو الرائعة الأخرى على قناتنا، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمزيد من تلك المقاطع. 1. السلطعون النسك. إذا كان تعريفك للحيوان الأليف أن يكون رقيقا ولطيفا، فربما لا تكون الزواحف تحت الماء أول ما يتبادر إلى ذهنك. معنى هنا حيوان صغير يمكن أن يجعل حوض السمك الخاص بك غير لطيف بالمرة. تمتلك هذه الحيوانات عيونا منتفخة ملائمة لشخصيتها المتميزة، وعلى عكس الكثير من السرطانات، يمتلك الناسك بطنا ناعمة صغيرة تحميها بشكل رائع، وتعيش في قوقعة حلزونية فارغة. ينمو هذا السلطعون في الحجم، لذلك يجب على صاحبه أن يوفر مساحة أكبر تتماشى مع حجم هذا المخلوق على مدى حياته، وهذا ما يصنع رابطة خاصة للغاية بين مقدم الرعاية وهذا الحيوان.